إن شاء الله الجيش متقدم والنصر بإذن الله قريبا. نبتسم في وجه أخونا هذا وفي وجه أخونا هذا، ونحن نتألم، نتألم بما حصل. هذه جريمة مصيبة كبرى، هذه مصيبة كبرى، كجريمة الطفل ما عنده. غرفة العمليات هي في الأصل مشتركة ما بين الأمريكان وبين البريطانيين، وبريطانيا هي شريكة مباشرة في هذا العدوان على الشعب اليمني. هم بعد ما وراهم حتى متواجدين بعدها.